رئيس الحكومة ترأس واحد اللقاء ديال اللي كيتعلق بالحماية الاجتماعية ولا سيما على التغطية الصحية. والحمد لله حنايا في الأمطار الأخيرة ديال الخروج ديال يعني التأمين الإجباري الأساسي يعني المرض بالنسبة للناس اللي غير عندهم غير القد اللي ما عندهمش القدرة ديال المشاركة، وهم الناس اللي كانوا كيستافدوا من الرماد واللي غيبقاو في المكتسبات ديالهم. كذلك على جانب هاد اللقاء هذا تكلمنا مع كانت الداخلية حاضرة وتكلمنا على أساس تفعيل السجل الموحد، لأنه هو كأداة اللي غتستهدف الناس الطبقة اللي هي معوزة وعندها شاشة، غادي تكون واحد الأجراء تقنية، لأنه واحد دو جنبير الرماد خصو يحيد والتأمين الإجباري خصو يبدأ. يعني هذا عمل جبار اللي كيشرف على السيد رئيس الحكومة بتوصية ديال صاحب الجلالة، أن الحمد لله احنا عند الموعد. وكذلك موازاة مع ذلك تكلمنا على يعني الرقمنة ديال المنظومة الصحية باش تواكب الهيئة المدبرة ديال هذا النظام هذا، باش يمكن لا بالنسبة للتسجيل ولا بالنسبة كذلك الفوترة. فهذه المواكبة ضرورة خصها تكون في 2022، متم 2022 تكون مشغالة 100%. شكرا لكم.